السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: مجزرة جبلة، المنفذون حكوميون والضحايا أبرياء. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. خمسة ستة خمسة كتلكم وكتلتوهم، بس نيجي 20 جاهل تقول ماكو هيجي. عمره 15 يوم وليد ولدناه 15 يوم، ذاك اليوم ولدناه 15 يوم عمره. رحيم كاظم عيادة الغريري، يعني هو منتمي إلى تنظيم القاعدة سابقا ومن بعدها التحق بتنظيم داعش. كان مطلوب للقوات الأمنية، وقامت القوات الأمنية فور علمها بوصوله بالتوجه إلى المنزل، ولكن للأسف هذا الإرهابي قام بالإقدام على المواجهة مع القوات الأمنية، ومن ثم بعد ما عرف أنه هو محاصر ولم يكن أمامه سوى أن يستسلم أقدم على قتل كل أفراد عائلته للأسف الشديد. والله كذب، أكو بهالصحراء بيت خايسة، سيارة خايسة، خبز ما يشبع، عنده راتب مال عاطلين عن العمل عايش فيه هو وولاده. هو رجال فلاح فلاح، يعني اليوم سوى تاجر مال مخدرات. والله 20 كلهم قاتلين، وبدوش قاتلوا الصواريخ بيته، منك مفلشينه بالصواريخ مفلشينه. هي البارحة الهان يقولون ابوه الكاتل. لا والله مو ابوهم، كذب كذب، والله يحبهم يموت عليهم، كذب مو ابوهم. هذا اللي طلع هاي السالفة، هذا يريد يطلع منها، اللي داز الخمسين همر البارحة يريد يطلع منها. هذا رجل فقير ما يملك شيء، مستضعف ما عنده كل شيء، غير اللي نفهمكم يعني تدزون قوة من بغداد، يجيبون قوة من بغداد وتيجي تكتلة وتمشي. داخل المحافظة لا يوجد مؤشر معين على هذا الشخص اللي هو المجنى عليه، لم نجد بينهم من المطلوبين. الحادثة هي إجمالا حادثة جنائية بالمعنى الدقيق، أكثر مما هي حادثة مثل ما روج لها حادثة إرهابية. ليش يجي ليش؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر على الظالمين وعلى قتلهم وعيالهم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. استفاق العراقيون على مجزرة مروعة غابت عنها الإنسانية والقانون والعدالة، مجزرة راح ضحيتها الأطفال والنساء قبل الرجال، مجزرة نفذتها الحكومة ممثلة بقوات سوات ضد عائلة كاملة. اعتقدنا بحسب عدد الجثث أنهم 20 شخصا قبل أن تؤكد المعلومات وذويهم أنهم 21 لوجود امرأة حامل بينهم. الأسباب التي تقف خلف هذه المجزرة شخصية، لكن في بلد يغيب عنه القانون والعدالة فمن الطبيعي أن تستخدم المادة 4 إرهاب سيئة الصيت لتبرير قتل حتى الأطفال الرضع بل والأجنة، لتحقيق غايات هذه الحكومات والأحزاب المريضة والمتعطشة لسفك الدماء، وهو ما حدث. ألصقت تهمة الإرهاب بصاحب البيت رحيم كاظم الغريري، ثم تهمة تجارة المخدرات، ثم جاءت رواية حكومية ميليشياوية من الأذرع الإعلامية لأحزاب السلطة أنه إرهابي أقدم على الانتحار بعد قتل عائلته. كلها روايات أكد شهود العيان وذوي الضحايا أنها ملفقة ومفبركة للتغطية على مجزرة ارتكبتها الحكومة ضد مدنيين أبرياء.
هذا الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل خرج أحد أبواق السلطة المدعو سعد معن وهو المتحدث باسم وزارة الداخلية ليقول إن هذه الجريمة هي عمل فردي. كيف كان عملا فرديا والمنفذون كثر، استخدموا أسلحة متوسطة وصواريخ هجومية، أمطروا بها المنزل وحولوه إلى ركام؟ ولماذا يأتي التبرير الحكومي بالتصرفات الفردية؟ هل مجزرة جامع سارية التي ارتكبتها قوات السوات بأوامر من المالكي في عام 2013 والتي راح ضحيتها ما لا يقل عن 80 شخصا بين قتيل وجريح عملا فرديا؟ هل مجزرة جامع مصعب بن عمير في عام 2014 التي راح ضحيتها أكثر من 70 شخصا على يد القوات الحكومية وميليشياتها عملا فرديا؟ هل ما حدث في الناصرية على يد جميل الشمري وقواته عملا فرديا؟ هل ما حدث لثوار تشرين عموما ومن تظاهر قبلهم على يد القوات الحكومية عملا فرديا؟ هل من يريد سعد معا وحكومته أو على من يريدون الضحك؟ هل يصدق العراقيون هذه الروايات الحكومية بعد أن فقدوا الثقة بها منذ سنين بسبب كذبها وتضليلها وتزييفها للحقائق؟ هذه الأسئلة مشاهدينا وغيرها سنطرحها في هذه الحلقة، بإمكانكم أن تشاركوا للإجابة عليها من خلال الأرقام التي تشاهدونها أسفل الشاشة وأيضا من خلال خدمة الواتس آب التي تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم لإبداء آرائكم عبر إرسال رسائل نصية سنقرأها في هذه الحلقة. نود التنويه مشاهدينا الكرام إلى أن قناة الرافدين الفضائية ستنتقل إلى بث HD اعتبارا من الأول من الشهر القادم، وسينتهي العمل بنظام SD في تاريخ 28 من شهر 2 من هذا العام عام 2022. مشاهدينا الكرام، تابعتم الأحداث خلال الفترة الماضية، مجزرة جبلة وتداعياتها والتصريحات والروايات الحكومية التي حاولت التستر على هذه الجريمة. دعونا نشاهد مع حضراتكم الآن الجثث بعد أن وصلت إلى ذويهم في محافظة بابل في هذه الناحية وتسلمها ذوها، لكن سلمت لهم في الليل في أوقات متأخرة لكي يتم التعتيم ولكي يتم قدر الإمكان إبعاد الضغط عن هذه الحكومة وعدم إثارة الغضب الشعبي أكثر عندما يشاهدون هذه الأكفان ويشاهدون هذه الجثث وهي تأتي إلى منطقتهم، تعود مرة أخرى لكي يقوم ذوهم بدفنها. دعونا نشاهد هذه اللقطات ثم نعود. نجيب شيء ما خليه هنا ولا دوية، خليه هنا مكانه هنا. سلمونا عليه. الإسلام، وين هالإسلام؟ وين الإسلام؟ علاوي. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. جثامين الأطفال والنساء ملأت شارع الطب العدلي في مدينة الحلة. العدد النهائي الآن 21 جثمان. مشاهدينا الكرام، نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم لإبداء آرائكم بهذه المجزرة وتعليقاتكم وتساؤلاتكم، اطرحوا ما شئتم، لكن نرغب منكم أن تشاركوا لإعطائنا آرائكم بما حدث. هل هذه القوات التي من المفترض أنها تقوم على حماية الناس والحفاظ على أرواحهم وأمنهم
تقوم بارتكاب هكذا مجزرة؟ إذا من يحمي العراقيين اليوم؟ إذا كانت هذه القوات هي التي تقوم بقتل الأطفال، بقتل النساء، بقتل الرضع، من الذي يحمي العراقيين اليوم؟ نبدأ باستقبال اتصالات معنا السيد أبو عراق من الفلوجة، تفضل يا أبو عراق. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرحمة والخلود إلى شهداء العراق وإلى شهداء جبلة خاصة. نعم. والله يا أستاذ محمد قلوبنا، والله قلوبنا مزقت منذ، والله ما أقدر حتى أعبر الكلام. نعم. والله هاي جريمة يا أستاذ محمد، جريمة كل إنسان شريف يضحك عليها يشوفها يتمزق قلبه. أسألك بالله عليك يا أستاذ محمد، هاي الجريمة لو بغير دول هسه ما مقوبة عليهم الدول. احنا نطالب من خلال برنامجكم، نطالب حقوق الإنسان، المحاكم الدولية على هي الجريمة. جريمة يا أخي هي مو أول وحدة ولا آخر وحدة، أكو جرائم قبلها يا أستاذ محمد. عندك مال السقراوية ترى دفنوا أحياء، حفروا لهم بزول ودفنوهم أحياء. يا أخي والله يا أستاذ محمد، ليش الحكومة ما تعترف بمسؤوليتها وتتحمل نتيجة أخطائها وأخطاء قواتها وترحل عن العراق والعراقيين؟ حكومات هواية قدمت استقالات، وزراء استقالوا طلعوا قالوا يابا احنا فاشلين، احنا مخطئين، قواتنا اللي تصرفت، احنا نتحمل المسؤولية. ليش يطلعون اليوم يقولون هذا عمل فردي، يقولون هاي تصرفات مال اشخاص حنحاسبهم؟ ليش ما يطلعون يتحملون مسؤولية الانتهاكات اللي ترتكبها قواتهم؟ استاذ محمد الله يخليك، هم عصابة، هذول مو حكومة يا أستاذ محمد. نعم. هذول لو عندهم ذرة من الإنسانية ويدعون إحنا إسلام وإحنا تابعين للنبي محمد وتابعين لآل البيت، هذول لو عندهم ذرة من هاي كان طلع واحد منهم قال عمي ترى هذا العمل مو مقبول. هذا العمل ترى لا الله يقبل به ولا الديانات البقية، لأن جريمة كبرى. وأنا من خلال برنامجك أستاذ محمد أنا أشهد المرجعيات الدينية، ليش الصوت ساكتين؟ ليش وذولا أبرياء؟ مباشر الله حاسبكم يا مراجع، مباشر راح تقفون يوم رب العزة. شو تقول له؟ مع حكومة محمد، أكو حكومة عيني. دولة ما يطلعوا أستاذ محمد، إذا ما الشعب يطلعهم دولة ما يطلعوا الرزقة بعد، وراح يسوون جرائم بعد أكبر من هاي. شكرا يا أبو عراق، أشكرك للمشاركة. عندنا رسالة من أحمد من مصر يقول: السلام عليكم أستاذ محمد، الجيش العراقي الحالي جيش ميليشيات موالي لإيران وليس له عقيدة عسكرية ولا يحب بلده. عندنا رسالة أخرى من أبو أمير الجبوري يقول: عائلة سنية بشمال بابل هجمت عليها عصابات بهمرات عسكرية 50 همر وقصفوا بالصواريخ لمدة 7 ساعات حتى تهدم البيت على رأس العائلة المكونة من 21 شخصا بينهم طفل عمره 15 يوم وأمه، عاشوا آخر عمرهم خوف وعناء، يعانقون بعضهم ويبكون منتظرين النهاية المأساوية. 50 همر، لو كل همر في شخص واحد سائقة لكان المهاجمين المجرمين 50، ولو كل همر في 2 لكانوا 100، ولو بهم كل همر بيها 4 لكانوا 201. أين هم؟ لماذا لم تظهر صورهم وأسماؤهم؟ هل تعودوا على هدر دماء الأبرياء؟ لنا وقفة معكم أمام الله يا قتلة يا مجرمين. هذه رسالة، سنكمل قراءة الرسائل فيما بعد، لكن معنا عبد الرزاق من بابل. تفضل سيد عبد الرزاق، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. البداية أستاذ محمد، صوتك غير واضح عبد الرزاق. سيد عبد الرزاق صوتك به مشكلة، مشوش، أرجو منك تعاود الاتصال مرة أخرى إلى أن يوضح الاتصال. معنا سيد عبد الرحمن من بغداد.
فقدنا الاتصال. السيد أبو علي من الناصرية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ محمد شلونك؟ حياك الله أبو علي، أهلا وسهلا. الله يرحم الشهداء، شهداء بابل وكل شهداء العراق. نعم محمد، انت بقد عمر تقريبا الثمانينات، احنا مثل ما تقول فتحنا عين على الدنيا. العراقي ما له قيمه، ما يعني دمه رخيص، نقدر نقول كل وقت وكل زمان كل عصر. يعني احنا بزمن صدام نفس الحاله، دم رخيص، وهسه نفس الحاله. نعم. فاحنا هذا الشيء يعني مو ما جاي نتعجب اصلا، شيء عادي هذا عندنا صار. سيد أبو علي، إحنا من نقول عادي يعني مهما كانت الجريمة، وحتى لو العراقيين متعودين يشوفون هاي الجرائم يومية، لكن الموضوع مو عادي، الموضوع عمره ما يكون عادي، الموضوع هذه أرواح بشر، يعني الحكومة هي المجرمة هذه المرة، ما راح يقولون طرف ثالث، ما راح يقولون الميليشيات، ما راح يقولون أطراف وهمية، الحكومة، القوات الرسمية الحكومية، قوات السوات، بالعجلات الحكومية، بالذخيرة الحكومية التي تنفق عليها من ميزانية العراقيين من أموالهم، ليتم قتل العراقيين أطفال ونساء ورجال. لعد منو اللي يحمي العراقيين اليوم إذا هذه القوات التي بدل أن تحميهم من خطر الميليشيات، بدل أن تطهر العراق من الفاسدين واللصوص والقتلة، تكون هي طرفا في هذه الجرائم؟ أبو علي فقدنا الاتصال. ويا أبو علي، شكرا يا أبو علي للاتصال. عمرها ما تكون هذه الجرائم طبيعية عادية، وأبد لا يحاول المواطن العراقي أن يدخل في دائرة التعود. يا جماعة، الموضوع السكوت على هذه المجازر والجرائم يعطيهم الفرصة أكثر، الحكومة والميليشيات، لأن يتمادوا أكثر في تصرفاتهم وأفعالهم، في جرائمهم وانتهاكاتهم. كيف قتل نفس بريئة أمر طبيعي؟ حتى لو الإنسان في العراق يعيش في هذه الدوامة من الدم والصراع، لكن الموضوع عمره ما يكون طبيعي، الموضوع مستحيل أن يكون من الطبيعي أن يشاهد الإنسان أخاه يقتل، ابنه يقتل، أخته، زوجته وغيرهم. سيد عبد الرزاق، حياك الله من بابل مرة ثانية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، بالبداية أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى أبطال الجيش العراقي صاحب التاريخ والبطولات والأمجاد. هذا الجيش اللي انولد عام 21 وسيبقى إن شاء الله خالد، ويبقى تاج لشموخ العراقيين ولبطولاتهم. إحنا صح عندنا عتب على جيشنا وعلى ضباطنا، لكنه مهما تكون يبقى الجيش العراقي مفخرة. فاللي نطلبه من الجيش العراقي ومن القادة الوطنيين أن ينتفضون لكل حادث، سواء يكون هذا الحادث عرضي أو حادث إنساني. يعني مثل مجزرة جبلة، هاي المفروض إذا عدنا لا عدنا إن شاء الله، مو إذا عدنا إن شاء الله، عدنا ضباط غيارة، المفروض ينتهضون لهذه المجزرة مال جبلة وغيرها المجازر. فإحنا نفتخر بجيشنا ونقول عندنا ضباط رفعة رأس، لكنه مثل هذه الحالات إحنا ما نقبل للضباطنا خريج الكلية العسكرية أن يبقون مكتوف الأيدي وساكتين. سيد عبد الرزاق، لو سمحت، هنا يعني أقاطعك حتى نتناقش بهاي النقطة. المفروض أنه الضباط الغيارة والكذا ينتفضون ويدافعون عن أبناء بلدهم. حضرتك شفت وسمعت وغيرك سمع الحوادث اللي تصدى بها ضابط عنده غيرة، عنده حب لبلده، عنده حب لشعبه، لحوادث شاذة، تجارة مخدرات، عصابات، موت وغيرها. كيف تم التعامل معهم؟ كيف أن قياداتهم العليا اللي تعطيهم الأوامر، كيف أنها أدوات بيد أحزاب وميليشيات؟ هذا الضابط اللي بالبصرة اللي لزم تاجر مخدرات إيراني حاطط المخدرات بالعمامة، حاكموه وجاء وزير الداخلية يعتذر من تاجر المخدرات من المعمم الإيراني. كيف يمكن للضابط الوطني الشريف أن يعمل في هذه الظروف والأجواء وبإمكان الميليشيات أن تصفيه مهما كانت رتبته؟
شوف استاذ محمد، راح اذكرك موقف مناسبة استذكار شهداء الحشد الشعبي. فاستضافوا المسؤولين، ومن ضمن المسؤولين الوزير الإيراني الحالي. فعند قراءة سورة الفاتحة أستاذ محمد، عند قراءة سورة الفاتحة وعلى أرواح شهداء الحشد والجيش، انسحب الوزير الإيراني، السفير الإيراني هذا اللي هسه موجود. المناقب إله للأسف الشديد ضابط عراقي، وإحنا كنا نتوخى به الرجولة ونتوخى به الشهامة، يوقف مع الحشد الولائي. أكو فرق بين الحشد العراقي اللي هم رفعة رأس وتاج العراقيين، وبين الحشد الولائي. فهذا الضابط اللي هو وزير الداخلية، خلينا أقول لك به، يوقف ويا الحشد الولائي ويقرأ سورة الفاتحة. شوف سالفة، يقرأ سورة الفاتحة على روح سليماني. شوف الفرق بين ذاك اللي على أرواح الشهداء الحشد والجيش ما قرأ سورة الفاتحة. محمد أنت تقول على ما تكثر أن يقرأ سورة الفاتحة على أرواح اللي دافعوا عن العراق، وهذا اللي هو وزير داخلية ها يقرأ سورة الفاتحة على روح سليمان. هذا اللي أريد أقول لك يعني بالضبط. أريد يعني إن شاء الله نتأمل الخير بضباطنا ألا يكون متفرجين. إذا ضابط عراقي تجاوز عليه من قبل الميليشيات، المفروض القادة الشرفاء القادة الغيارة أن يعني ينتفضون وتكون شكرا يا سيد عبد الرزاق، وصلت الفكرة. أبو حسن من النجف، تفضل يا أبو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتنا لكم القناتكم المقرة وبرنامجكم المحترم. حياتي. معك أبو حسن مشعل المخيف الخالدي من محافظة النجف الأشرف. أهلا وسهلا. أبو المحل تحياتي لك. الله يسلمك. كادرك والجميع المشاهدين الكرام. الله يبارك بيك، تفضل يا أبو حسن. أولا الله يحفظك ويجزاك فضلك. طبعا بالبداية نحب نبارك للجيش العراقي الباسل. اليوم ذكرى عيد الجيش العراقي الباسل، جيشنا الغيور طالما دافع عن البلاد والعباد وعن الحدود. فإحنا قلبا وقالبا مع جيشنا العراقي الوطن الشريف. طيب، هاي أول نقطة. النقطة الثانية من موضوعكم، يعني بالنسبة للموضوع إحنا الموضوع حلقتكم على قضية أجبلة وحايا شهداء أجبلة، أعتقد مو هيك؟ أجبلة، نعم. إي أجبلة. بالنسبة لو أكو ضباط أكفاء يعني ما عملوا هاي العملة، العملة الوحشية الإجرامية، حقيقة أنا نعتبرها يعني عائلة كاملة انبادت الدم بارد. ليش؟ شنو ذنبنا؟ شنو اللي يقدر فوق؟ أي من ضباط أكفاء خبراء يعرفون يقيمون أقوى الاستخبارات وين؟ الجهات الأمنية وين؟ يعني أبو حسن، أبو حسن، الروايات من الشهود كان بعضها يتوجه صوب أنه طبعاً هي المشكلة الشخصية اللي أدت لهذه الكارثة، لكن الموضوع أنه لما يذهبون مجموعة أو لما يذهب شخص يأتي بقوات، وهاي القوات تمطر بيت بالرصاص والقذائف والصواريخ الهجومية تقتل أطفال ونساء، احنا نسأل شنو هاي الدولة اللي تمشي أو يمشي الضابط بيها أو المنتسب بيها بالمصلحة والمعارف والرشاوة والمفاسد. أنا عندي علاقة بضابط، عندي علاقة بقيادة عسكرية، أقدر أستغل هاي العلاقة وأخليه يجي يعتقل لي فلان، يقتل لي فلان باسم القانون والدولة. منو يحمي العراقيين اليوم لعد إذا قوات السوات الحكومية وغيرها طبعا من قوات أخرى كانت موجودة قامت بقتل هؤلاء بدم بارد؟ منو اللي يحمي العراقيين اليوم؟ تفضل بي. صحيح، احنا اللي نعرفه كل حي، كل منطقة، المنطقة اولا انها مختار وبيها عنصر استخباري وبيها مدير امن، كل منطقة يعني الامن بيها. يعني ما من الممكن تيجي قوة من خارج محافظة
على عداء شخصي يداهمون بيت بالليل ويهاجمونه ويضربونه ويقتلون العائلة البي وأطفال. شنو ذنب الأطفال هاي الراحل؟ شنو ذنب المنطقة؟ يعني أنا عندنا عمام هناك من بني خالد كانت سوينا اتصال وياهم. يعني الوادم كلها منصدمة من هذا الموضوع. يعني حقيقة منصدمة من هذا الموضوع. يعني الدولة بأي حق راحوا؟ بأي ذنب؟ وين الدولة؟ شلون تشوف التعامل الحكومي مع هذه المجزرة؟ يطلع مثلا عندك تحسين الخفاجي متحدث باسم قيادة العمليات المشتركة يقول لك هذا إرهابي ما أدري شنو بالقاعدة بداعش وبعدين راح شاف نفسه ما يقدر للقوات الأمنية طب قتل عائلته وانتحر. الثاني هذا فاضل أبو رغيف محلل أمني ومقرب من الحكومة والميليشيات يقول لك هذا كان بقاعدة كان بداعش وما أدري وين. في حين بعدين طبعا اتضح انه لا الى علاقه لا بالقاعده ولا بداعش ولا بالارهاب. الحكومه ليش تلجأ لهاي التهم؟ ليش تلجأ لتشويه صوره الابرياء حتى تبرر جريمتهم او حتى تبرر جرائمهم؟ حبيب لو اكو شيء لو اكو هذا الرجل اللي اللي اللي, اللي انقتل وعائلته لو اكو شيء حديث مثل ما يقولون ما اجى رئيس الوزراء وقال هذا عمل ما قبل بيه ورفض جملته تفصيله ولا اجى وزير الداخليه ولا ورقه. بس هاي كلمه دي غطى على جماعته. والسبب الاول والاخير طبعا هي الحكومه تتحمله. الحكومه تتحمل مسؤوليه هذا العمل. العمل الاجرام حقيقه عمل اجرامي. وان كان هسه نجي وياهم نقول هذا رجل مطلوب للدوله. انت قد ما تتعامل وياه ما تتعامل وياه تقتل اطفاله تقتل زوجته تقتل ابنائه تقتل اخوانه. اكو زين اكو مختار بالمنطقه اكو عندك ممثل امن بالمنطقه غير تستفسر من عنده. بس احنا حسب ما فهمنا وحسب ما سمعنا وحسب ما يقولون هذا عمل عدائي يعني عشائري بيناتهم اختلاط عشائري. شلون يا ابو حسن؟ يعني اللي قاعد نشوفه بالاخبار ونسمع يقولون خلاف عشائري بيناتهم كعمام او على ارض او قطعه ارض زراعيه. لا 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 الموضوع بحسب روايه الناس المقربين وجيران وابن عمه الموضوع بين شخص ونسيبه. مشكله عائليه تخص الزوجات تخص العائله والاهل. لكن احنا يعني نحكي عن استغلال السلطه نحكي عن الدوله اللي تمشي ورا كل واحد يجيها بوشايه كاذبه اللي تروح تقتل طفل بدم بارد بسبب انه فلان عنده علاقه بالضابط المسؤول عن هذه الفرقه. استاذنا الحبيب ولذلك نطالب لابد ان يحاسب جميع المقصرين. المقصرين وامام الشعب العراقي هاي القضيه اذا استوفت وإذا ركنت وإذا صار بها مجاملات وإذا دخلت بها الجهات السياسية ما أقصد الحكومية جهات الأحزاب إذا دخلت بها لا بالله تروح ويصفع لها الماي مثل ما صفى الماي على كثير من القضايا. شكرا يا أبو حسن من النجف أشكر حضرتك وصلت الفكرة. مشاهدينا خلونا نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل الحديث مع حضراتكم بشأن موضوعنا لهذا الأسبوع. نلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى أن قناة الرافدين الفضائية ستبث على نظام HD وعلى التردد نفسه 1.0727 وعلى مدار النايل سات اعتبارا من الأول من شباط عام 2022، وأن البث على نظام HD سيتم إيقافه في 28 من شباط عام 2022. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نكمل الحديث في حلقتنا لهذا الأسبوع عن مجزرة جبلة. نتحدث عن الأسباب، نتحدث عن الدوافع، نتحدث كذلك عن الإجراءات الحكومية في التعامل مع هذه الحوادث وتلطخ يد الحكومة بدماء العراقيين عن طريق قواتها، ولماذا تبرر قتل الأبرياء بدم بارد بإلصاق تهم بهم
بمحاولة القول بأنها تصرفات فردية، بغيرها من الطرق التي تحاول الحكومة التنصل بها من المسؤولية وإلصاقها بمجموعة يكونون أكباش فداء لكوارث من السياسات الخاطئة والفاشلة في إدارة هذا البلد، وتحديدا طبعا الملف الأمني. عندنا أبو بيداء من السويد، تفضل يا أبو بيداء. ألو، السلام عليكم، أهني الجيش العراقي بمناسبة عيده 101. بالنسبة لمجزرة بابل، مجزرة بابل هذا هي خطة مدبرية هم جماعة ذول القوات السواد والشخص اللي يسيبهم على اعتبار جاي وهجم على العائلة ذولا لا حول ولا قوة لهم، والله ينتقم من عدهم بحق محمد والي محمد. نعمل ما أعتقد لو أكو قانون أكو حكومة ضابط ذولا ينعدمون بنفس المكان الميسرة نفس المكان لا بتنعدمون ولا أكو قانون ولا ما أكو قانون هيش بعد. وشكرا لكم. شكرا يا أبو بيداء. أمجد من بغداد، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ العزيز ممكن أشترك؟ أي تفضل، أهلا وسهلا. أول شيء مبارك الجيشنا العراقي البطل تأسيسه، بس إحنا هم نعتب على الإعلام العراقي. الدولة مرات أسس الجيش الجديد بعد 2003 ما لقى دعم، فاحنا نريد من هذا الاعلام مالنا هم يدعم الجيش قوي يرفع من معنوياته، فهذا نرجو من الاعلام مالي. شلون يا امجد يعني شلون يمدح ويمجد بجيش مدى يقدر يسيطر على الوضع الامني بالعراق؟ انت تجي على دوله منهاره والجيش كله شارد ورايح ومستي ويجي عاد يعيد تاسيسه محتل امريكي غير يلاقي دعم معنوي ذاتي إعلاني. لازم في البداية كانوا يفتحون جيش المالكي. الجيش انهار، الجندي انهار، العشائر ما تدعمه، الإعلام ما يدعمه، الدول العربية ما تدعمه، غير يسوي شيء بخير حتى الناس تدعمه عليه. أمجد يعني الجيش العراقي السابق قبل 2003 منذ تأسيسه بال21 لغاية 2003 قدم مواقف مشرفة خلت مو بس العراقيين يرفعون من معنوياته ويحبوه، خلت حتى الشعوب العربية والإسلامية. هذا الجيش اللي سامح لي أبو مهدي المهندس ولي هادي العامري ولي قيس الخزعلي والصدر والمادري منه عندهم سلاح وينتشرون بالعراق ويسوون سيطرات أمنية ويبتزون العالم ويقتلون ويخطفون ويسمح لإيران الطب ويسمح المادري منه تدخل، هذا يا جيش الناس تمدحه وتشجع بيه، تشجع بيه على شنو؟ على مجزرة ارتكبتها قوات السوات ببابل؟ على شنو تشجعها؟ على جميل الشمر اللي باد المتظاهرين بالناصرية لو اللي دمروا المحافظات المنكوبة؟ على شنو يمدح الجيش؟ بابل كان ينعدم العشار يعدموه بالفلوجة ينعدم يتعلق الجندي، ما تحكي لي هسه ما لقى دعم بال 2004 و 2006 طبعاً يطلبوها هسه ما أحكي لك على هسه، طبعاً هسه ما عدم الجيش بس احكي لك على 2003 4 5 6 ما لقى دعم يعني. ابو سيد امجد انت يعني ما افهم، جيش انصرف عليه اكثر من 150 مليار دولار تسليح، حكومات متعاقبه، تحالف دولي قاعد ويدرب بيه يوميا وخبرات، والجاره ايران ذولا يقولون الجاره ايران قاعده وتدز مستشارين ومدربين، وكل هذا والجيش ما بخير. 500 واحد خلوا ثلاث فرق عسكرية ينهزمون بالدشاديش من الموصل، يعني أي كلام هذا؟ يعني ما أعرف أني الجماعة اللي تريدون تنطون صورة جميلة لهذه القوات المليانة دمج والمليانة ميليشيات والمليانة فضائيين والمليانة ولائيين من الضباط وغيرها، تريدون تنطون صورة جميلة. لابد أنه أكو في هذه القوات، لابد أنه أكو الوطني الغيور على بلده الشريف، لكن ما يقدر يسوي شيء. كل شخص وطني من الضباط حاول يبرز بقضية، حاول يحقق بقضية، حاول يجتهد، يا أما يصفوه باغتيال، يا أما يتم ترحيله من مكانه إلى منصب آخر، يا أما ملاحقته، محاسبته، محاربته. عدنا محمد من أمريكا، تفضل يا محمد. أهلا السلام عليكم، حي الرافدين والكادر. وعليكم السلام، حي الله. أخي هذا يا جيش
بس الجيش بزمن صدام هذا جيش. طيب. من 2003 تمام تمام أنا بس اعطيني رأيك بمجزرة جبلة، شنو رأيك وتعليقك عليها؟ أخي الله يرحمهم وشافي كل الشهداء الأبطال. نعم. الشهداء دول مغدورين، دول كله جيش ابن عمي، دول الجيش كله إيراني ليس عراقي. نعم. دول ما عندهم غيرة على أعراضهم. زيدهم يثيرون غيرة على الشعب. دول ما عندهم غيرة. حتى غيرة ما عندهم. كفيلك محمد ما زول يخوط فيهم الإيراني. جاي يسوي الاحتفالات بقاسم مقتل المجرم قاسم سليماني ابو مهدي المهندس، تطلع بنت تهدد امريكا وامريكا، يا حق اقول لها بنت المطي لا ما بلت. امريكا تمرطب ولا ديره ماشي ما بلا تجاوز لو تكرمت خوش قول لها مو تخطبين تهددين بامريكا بالعراق بغداد تهددين بالسعوديه لا ما امريكا تمرطبون للعراق تحلمون طبون للعراق يا ايها ذيول ايران يا عجم والله ما صار لكم شارة والله لا تنطبق السماوي إلى الأرض عمي لك البلد عمي النهار نهار يوميا بسوي لهم حفلة لا يضربون المطار لا يضربون القاعدة لا يضربون السفارة عمي قيادتي نبح عطيني مقتدر يخود البلد لا هاي هي طيب. فصخ البلد هو وشعبه. شكرا يا محمد من أمريكا أشكرك للمشاركة. محمد من كربلاء تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ الله يخليك أستاذ أنا بالنسبة لي أرد أوضح أنه أكو نفس هاي المجزرة راح تطبق بكربلة حم عميد دمج أقيم دعاوى على الناس كيدية 46 دعوة كيدية خلال 6 أشهر وناشدنا القنوات كلها ولحد الآن ما أكون مستجيب. تفاصيل انطيني أكثر بس باختصار لو سمحت. باختصار عميد يداوم بوزارة الدفاع مديرية الأمن والاستخبارات اسمع عباس مادي رشيد عد طلابه وأهله وأخوته على مدلول فيقيم عليهم دعاء وسط مسلح وقتل وتسليب ويوميا متهجمين محافظة المحافظة حتى أنا من ضمنهم ابن أخته لا تتنازل عن الرتب لا أنا استخدم السلطاتي وخليه يفتر الرتب العسكري بالدوار الدولة وأكثر من ماذا طبب علينا قوة وعلى زوجته وعلى لبسته لو الصبح يشيلونه ويطلعون. محمد طبعا انت اللي ذكرت الاسماء انت تتحمل مسؤوليه اللي تفضلت به لانه هذا كلام على لسانك. نعم نعم. طيب اريد منك تعليق على اللي صار بجبل بابل. قوات السوات صواريخ هجوميه رصاص اسلحه متوسطه قتله والابرياء هي 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 استاذ القوة كانت طالعة منفذة للقضاء وليست منفذة لاي جهه لكن الصوت اللي جايب الاوامرائية بغير مكان وهذا السبب المسبب يسمون المسبب اللي هو الضابط اللي مستغر رتبته ومنصبه مثل ما انت حاليا جاي يصير بينا احنا العوائد احنا 22 نفر. انا اسال اذا او سالت هذا السؤال قبل شويه اذا كان القاتل من الحكومه ذراع حكومي قوه حكوميه منو اللي عاد اليوم اللي يقدر يحمي العراقيين او منو يحمي العراقيين اصلا؟ استاذ هو ارتكب شنو كذب قام جاب أوامر وقال لهم المطلوبين موجودين داخل هذه البيت فما قلت يعني القوة تنفذ أوامر إذا مو أمر قضائي فهي كذبة مفتعلة كما فعل بنا صار لنا لمدة 6 أشهر. أشكرك يا محمد من كربلاء نتمنى موضوعكم هم يوصل ولعل وعسى إذا يعني مثل ما تفضلت طبعا ليس تكذيب لكن هي روايات تنقل على لسان القائل فإذا كانت دقيقة وصحيحة مثل ما تفضلت أتمنى تكون قضية رأي عام أيضا ويتم فضح هؤلاء أو هذه الشخصيات التي تستغل المنصب لغرض تحقيق مآرب شخصية. أبو شيماء من بغداد تفضل يا أبو شيماء. أستاذ حياك الله. أستاذ محمد هذا اللي حكاك من أمريكا هذا المطب المطلي يوصف الشهداء قادة النصر بس لحظة 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 أبو شيماء بلا تجاوز بلا تجاوز مثل ما سكتنا ما سمحنا له أنت أيضا ما مسموح لك بأي لفظ تجاوز تكلم بأدب لو سمحت. هو تجاوز يقول مالك خلاص هو بس اسمع هو تجاوز ما تجاوز عليك أنت هو تجاوز وتم إسكاته ممنوع التجاوزات اللفظية لو سمحت تفضل تكلم. إذا هو أستاذ محمد هو قاعد أمريكا المغضوب متحضر وزين ويحكي مخافة الله بس ما يصف فيه تحت هو متحضر يقول أنا أمريكا مجتمع متحضر بس يتجاوز على العالم عيب هذا الحكي يعني يتجاوز على ناس قادة ضحوا بأجلهم وحموا العراق من ما هم شهداء قادة النصر من ما قادة النصر
هو رحمه الله على روحهم قاسم سليماني ومهدي المهندس. طيب بس 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 هسه بس هسه حاجي لك عليهم فد شويه. انا اليوم موضوعي انا اتمنى استثمر وجودك وياي. اليوم موضوعي مجزره جبله اللي نفذتها للاسف للاسف سد للاسف سد الخط. يا جماعه اقسم بالله انقطع الخط من عنده مو من عندنا. ابو حسن من بابل تفضل. اي من بابل تفضل يا ابو حسن. شلونك استاذ محمد؟ حياك الله استاذ محمد. الو وياك يا ابو حسن تفضل. ابو حسن من بابل حياك الله. شلونك استاذ محمد؟ الله يحفظك الحمد لله. طبعا انت من ساعه حديثك نزلت على الجرح بس ماكو مشتري لحديثك. شلون؟ لا انا اقول لك شلون، انت احنا سولفت عن المفروض هذا الضباط هيك وكذا كذا، صحيح حديث مالتك وعن الصواب. لكن منو يقدر يشتري هذا الحكي يا ابو جاسم؟ انت برايك منو؟ يعني انت نسولف على مجزره بابل بدون زحمه. أي. لو ضابط من دول الاذكياء ما يقدر يحاصره يوم يومين هو وعائلته بدل ما يقتله ويسلم. نعم شو تقول انت؟ أنا الحكي يمنك، أنا ما أجاوب، أنت جاوبني، شنو رأيك أنت؟ أنا أقول بدل ما يعني أنه بدل يداهمونهم ويقتلونهم وأبرياء وكذا، إذا شخص واحد متهم يقتلون عائلة كاملة، خوف أطوقه، مو ممكن أطوقه وخليه تحت المراقبة بدل ما ست ساعات أخليه نهار كامل. وبعدين هو يستسلم غصبا عليه، بس اما جايين بكتاب والكتاب تزوير وطالعين مداهمات وهاي هوس هذا مو صحيح. باكر انا هم ماتني نفس الشيء، هم شخص بالدوله مسؤول يمكن ما اقدر احاكيه تطلع عليه قوه وتالي هيك فايسبا اذا هذا وذاك. عندي سؤال لك، عندي سؤال. تفضلت وقلت جو. لو كان مذنب ليش انا اروح اقتل العائله كامله؟ ليش ما اروح اطوق المكان؟ برايك انت ليش قاموا بقصف بيت باطفال من ضمنهم واحد عمره 15 يوم، قصفوه بصواريخ هجوميه وطلعوا بعدين قالوا ارهابي انتحر، بعدين طلع محافظ بابل قال لا ارهابي ولا له علاقه بالارهاب ولا عليه اي ملاحظه، الرجل الجريمه جنائيه قال وهذا الموضوع هيك صار. ليش الحكومه تكذب على الناس، تكذب بالرأي العام، تقول إرهابي، تقول تاجر مخدرات، تقول وشوهت سمعة الشخص القتيل وأطفاله وعائلته. ليش ما اتبعوا الأسلوب اللي حضرتك ده تقول عليه؟ أبو حسن هذا حشم نسمعه مع احترامات اللفظ هاي الكلام، هذا مضارب اللي سبرته، هذا المضروب شو سوى؟ سوى جريمه، طلع ارهابي، طلع كذا ومتعاونه بعض عن اسر وياه، هذا لو ما مسنود انه مثل يقول هذا ارهابي، شنو ارهابي؟ واذا ارهابي لك عيل عم عندنا ضباط بابل اذكياء بشكل والله العظيم. وينهم ذول الاذكياء؟ بس مجمدين بالحلة بابل. والله أذكياء وعمالقة بابل، عمالقة ضباط، بس هذول مجمدين عن طريق أمور أعلم ما نقدر نوضحها. يعني أكثر من لازم أبو جاسم قلت أنت إذا واحد دائما ناقصه ينخطف أو ينقتل فعلاً صحيح. طيب. ليش جاوبتك على مود هذا السؤال؟ عم عندنا ضباط عمالقة مجمدة بابل. أما تدري يعني راح أقول لك علني أطق لك والله لو تحط لو تنط. تعرف شنو اللي تحط له تنط؟ يعني لو انت مسنود من حزب يخلونك بمنصب، لو انت تدفع فلوس يخلونك بمنصب. شكرا يا ابو حسن من بابل، انا اكتفي وياك بهذا القدر، الوقت ما بقى بي تقريبا غير دقيقه. العلي من البصره، علي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. طبعا الجيش العراقي ليس بجديد يحتدي على مواطن. من كان الطاغية صدام هو كان يدفنون المواطن العراقي ومقابر جماعية موجودة لحد اليوم، إجراميات موجودة لأن علمهم الطاغية صدام على هذا الفترة. هذه النقطة الأولى. طيب. والنقطة الثانية محمد من أمريكا، أنا برأيي هذا يعني شو أقول لك عليه،
المفروض ما تخليه يحتدي طيب على قبل الشهداء. طيب قبل الطاغيه صدام، الجيش اللي دافع عن العراقيين بالثمانينات، هذا شنو؟ هذا اللي حمى العراقيين من الخطر الايراني، شو هاي؟ ما ذكرتها، ما ذكرت الجيش اللي شارك بالحروب العربيه في سبيل الدفاع عن العرب، عن بلدانهم وعن العراقيين، هاي ما ذكرتها. استاذ احمد، الجيش العراقي كان بوجود صدام، هو اقول لك استاذ احمد تسمعني؟ اي هو صدام حسين اللي دفع على ايران هي امريكا واسرائيل. يعني انت هسه ذبيت، هسه انت جاي، هسه انت جاي هسه تذب الحكي على جيش صدام وما جيش صدام، وما حكيت ولا حرف على مجزرة جبلة اللي انقتلوا بها ابرياء على يد القوات الحكومية. شو تريد توصل؟ هذه قضية محرمة والمفروض يتحاسبون قانونيا. من هم اللي اعتدوا على المواطنين العراقيين؟ المواطن العراقي من هم اللي اعتدوا؟ ولا شيعي؟ الاجهزة الامنية. اي ذولا مو تربية الاحزاب، شو ما جبت طاريهم؟ انا جايب طاريهم. ما جب الطاري الجيش، ما جب الطاري الجيش اللي قتل المتظاهرين، هذا مو تربية الأحزاب وراء 2003؟ شو ما حكيت هذا الكلام؟ لا 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 أستاذ أحمد، هاي مو قضية أحزاب، مو قضية، هذا جيش عسر انتهت، الجيش بوحده والحشد بوحده والأحزاب بوحده. تمام، شكرا يا علي، أشكرك يا علي. قل ما شئت عن الجيش العراقي السابق، فشهادتك بي ما راح تأثر من حقيقة أنه هو جيش له عقيدة عسكرية، ولاء للوطن، دفاع عن العراق والعراقيين. النظام السابق له ما له وعليه ما عليه وانتهى. بعد 2003 ذولا ايش قدموا وايش حققوا للعراقيين؟ هذا العودة إلى الماضي ما راح تغير من حقيقة الأمور، اللي صار صار وانتهى. لكن اللي صار بعد 2003 اللي لا يزال يستمر لليوم من سياسات وتصرفات، هذا لو منطيني رأيك به، هذا كان المفروض اللي تتكلم به. عموما مشاهدينا، وصلت وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.